النهاردة هنكون على موعد مع انطلاق الجولة الثانية من دوري نايل بإقامة 3 مباريات. هتبدأ الساعة 5 مواجهة غزل المحلة وطلائع الجيش في نفس التوقيت. لقاء حرس الحدود هيكون بقى ضيف على اتحاد السكندري، والساعة 8 زد هيستضيف النادي الأهلي. غزل المحلة وطلائع الجيش هيكون على اون تايم سبورتس 1، الاتحاد وحرس الحدود على اون تايم سبورتس 2، أما زد والنادي الأهلي 8 مساء هيكون على اون تايم سبورت 1. إن شاء الله يكون لقاءات ممتعة. الجولة الأولى كان فيها ندية في اليوم الأول بلقائين، ثم اليوم الثاني كان كله تعادلات سلبية، واليوم الثالث والرابع كان فيهم غزارة تهديفية علشان نوصل في الجولة الأولى ب21 هدف، ندية كبيرة جدا. في لقاءات أمتعتنا بسيطرة بعض الفرق، لقاءات كان فيها أهداف كتير جدا زي لقاء النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك والبنك الأهلي. نتمنى إن شاء الله يكون الجولة الثانية بدايتها بداية قوية علشان نأمل يكون دوري نايل الموسم الحالي موسم مش بس استثنائي في شكله في السيستم بتاعه، لا كمان يكون استثنائي بالندية والمنافسة بين كل الفرق. في البداية ما نيجي نتكلم على ماتشات النهاردة، هنتكلم على فريق الاتحاد السكندري. يستقبل فريق الاتحاد السكندري بقيادة بابا فاسيليو ضيفه حرس الحدود الساعة 5 النهاردة على استاد اسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري دوري نايل. يدخل فريق الاتحاد لقاء اليوم منتشيا بالفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الأولى في مسابقة دوري نايل، وهو فوز مهم يبدأ يضيف لك أول 3 نقاط علشان زعيم الثغر يستعيد كده قوة من البداية ويكون معاه 3 نقاط يستعد بيهم للمواجهة الثانية. كمان نادي الاتحاد بيستعيب للاعبه البرتغالي ناسامينتو لاعب الوسط في مباراته اليوم أمام حرس الحدود بعدما غاب بسبب الإصابة قبل أن ينهي اللاعب برنامجه التدريبي ويعود إلى تدريبات الفريق الجماعية ويعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات وتسجيل ظهوره الرسمي الأول مع زعيم الثغر في المقابل. يدخل بقى فريق حرس الحدود لقاء اليوم للتغلب على الهزيمة في أول جولة. أول جولة نادي سموحة قدر يفوز على الحرس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، فأكيد الحرس مع كابتن محمد يوسف داخل بقى عاوز يسعى لفوز مهم جدا، عاوز يستغل المشاكل اللي حصلت في أول لقاء والثغرات اللي كانت موجودة في الدفاع قدر يسجل منها سموحة. كابتن محمد اتكلم مع اللعيبة على غلق المساحات دي، على ازاي يقدر يسيطر على مجريات الأمور، ازاي تقدر تهاجم وتباغت فريق الاتحاد، واتكلم ان الاتحاد بيمتلك عناصر قوية والحرس بدأ بأسماء كتير من الوافدين الجدد، يعني الحرس كان معاه صفقات كتير شارك منها لعيبة كتير، فقال ان الانسجام ما كانش واضح ولكن يأمل ان الانسجام يكون واضح وقوي في الجولة الثانية. نتمنى ده علشان ده يكون في إضافة قوة بكل تأكيد للمباريات القادمة للدوري بشكل عام.